involved أكتر معه وتحبوه أكتر وتحكوا عنه، لأنه ما فيك تغشي صديقك الأمريكاني أو صديقك اللبناني الأمريكي تقولي لبنان بلد عظيم ما في ولا مشكل، بتكوني عم بتغشي. أنت لازم تحكي الأشياء مثل ما هي، مثل ما عم تقولي لازم تكون تركزي على الأشياء البوزيتيف، بس كمان بتكوني تحكي عن الأشياء مثل ما هي. لأن بصراحة عندي خوف إنه من in 10 years from now إنه كل ما برجع على لبنان بحس شقفة راحت من لبنان، وكمان عم إنه it's improving a lot، بس بحس every time إنه في شقفة صغيرة عم بتروح مثل من لبنان. مثل شو يعني شقفة الجمال الحلوة؟ مش بس الجمال، like يمكن بأشياء عم تتراجع. مثل شو؟ صحيح ما حق هي شو زعجك؟ إنه يمكن البوليتكس مثلاً عم بيتراجع، ويمكن ضل نفس الشيء من 30 سنة بعد المشاكل بعد موجودة هلأ، إنه they're still the same. The stuff that I thought that I saw كنت بالهاي سكول مثلاً بعدنا عم شوفه، وتأملت إنه يكون أحسن من هيك لهلأ after 10 لا معك حق أماندا، يعني اللبنانيين بعد الحرب وبعد ما صار في سلام كانوا بيتوقعوا يكون البلد صار أحسن، بس للأسف لأنه في طبقة سياسية وفي سياسيين نواب ووزراء ورؤساء كانوا هالقد كوربتد كلهم، هالقد الوضع صار سيء. بس أنا بتأمل أنه وقت في اليوم صار وضع أحسن. ليش؟ لأنه في accountability صارت عليهم، يعني عم بيتحاسبوا اليوم في سوشيال ميديا بتلحقهم، في إعلام بيحكي عنهم، سو صار الوضع أصعب بالنسبة له. اللي بيقدر اللي كان يسرق قبل بشكل هالقد مفضوح اليوم صار يسرق أقل، لأنه الناس عم بتحسبون عم بتلحقون. ما عنا كتير ثقة بالقضاء انتبهي، ولا عنا ثقة كتير بالمحاسبة بالإدارات. في إعلام لحقون، في ميديا لحقتهم، في سوشيال ميديا لحقتهم. من هيك الوضع عم بيتحسن شوي شوي وأحسن، مش إنه بس يمكن بشكل بطيء. وأنا يعني ليش التشالنج الأساسي هو اليوم الرهان كمان هو على الشباب اللي من عمركم، لأنه هني جايين نضاف وبدهم الأشياء منيحة، زاروا بلدان العالم، عم بيقروا ويب سايتات وتويتر وفيسبوك وكل شيء، عم بيشوفوا شو في برا، عم بيروح يشوف بتركيا كيف بيتعاملوا مع البحر، عم بيروح على اليونان يشوفوا كيف بيتعاملوا مع البيئة، عم بيروح على برشلونة عم بيشوف كيف حافظوا على البيوت الأثرية. دونك صار الضغط أساسي، ما بقى يقبل هذا العمره 20 سنة اليوم ينتخب شخص جرف له جبل حريصة وقصه بالنص أو عمل كسارة تحت بيته. هيدا كلهم جاي وقتهم بكرة بالانتخابات النيابية يتحسبوا. أنا بعتقد إذا في جيل جديد بده يحسبهم كلهم. من هيك تحسن بده يكون بطيء وشوي شوي. الأساس هو أنه يضلوا اللبنانيين متحمسين لفكرة أنه التغيير. وأنا بعتقد في نيو جنريشن بلبنان بدها التغيير وبدها تقلب كل هاي الطبقة السياسية عليهم. من هيك ليش خافوا هن من قانون الانتخابات؟ عملوا قانون الانتخابات تقريباً عقياسهم، بس أنا بعتقد الناس رح تنقلب وتعمل تجيب نواب. أنا بعتقد هالمرة ممكن إلى حد 50% يغيروا شيء بالبلد. Thank you. حلو، thank you أماندا. جريج عكار، أوكي، حيو عكار. يلا لازم نروح على الأرجنتين. اوكي تفضلي تفضل. بونجور. مثل ما قلت نحن نجيين من برا وعندنا افكار جديده وانه شايفين كيف في لبنان يتقدم تيوصل لهالدرجه يعني ايه، بس ليه انت قلت ما فينا ننتخب بالانتخابات اللي هلا جايين بايار بايار ايه، بس ما فينا ننتخب ما فينا نرجع لبنان نصوت؟ بلا اكيد. اوكي يلا تعال. انت قلت 2000 والله اذا بتعملوا مجموعه وتجوا من برا اللي مسجلين نفوسكم تجوا من برا تصوتوا بلبنان بكون عم تعملوا شغلة عظيمة. اوكي بس كمان ناطرينك انطوني. بيجي بيجي. طيب كمان مين معه؟ مين كلكم معكم باسبورات لبنانية؟ ما مشكلة. اي دي؟ مين عنده ايديات؟ اكسلنت.
يلا next year. سؤال تاني، كذا سبيكر اجى حكينا وعم بيقلنا انه لبنان بلد انه عايشين فيه مسيحيه واسلام وفيه مش، انا مش عم لاحظ، انا بكل صراحه لما اجى شفنا على البروجرام طلعت فيه قالت لي رايحين على بعلبك، انتبه لما تطلع على بعلبك بعلبك، وانا انه هلا وصلت لهون قولي اذا رايح قطعت حد الداحيه ما تلبس صليبك، ما بس انه هول الاشياء ما انت هون جيت قلت لنا ما في مشاكل من ايه اكيد ما في مشاكل، اذا انت رحت على الضاحيه الجنوبيه وفت على القلب الاوزاعي ما حدا حيشارك اذا حاطط صليب، لكنهم كلنا سوا عم نعملها. انا طلعت عملت حلقه من بعلبك الاسبوع الماضي، بدي اقول لك شيء، كان عندنا حلقه لانه ابراهيم معلوف مبارز السامعين فيه، ابراهيم معلوف بدق يعني عازف عالمي شهير لبناني هو بيعزف الجاز، كان عنده حفله بعلبك جمعه الماضي تو بروموت بعلبك والفستيفال، وطلعنا عملنا حلقه من برنامجي لانه برنامجي انا سياسي بس لانه اعتبرنا انه هيدي بتشجع السياحه، عملنا البرنامج هونيك، نحن وفاتين علقوا بعضهم على مدخل القلعة ناس من ضيعة مع بعضه صار يقوصوا عادي، إبراهيم معلوف كان معه تلفزيون الفرنساوي عم بيصور له حفلته لأنه هو كتير مشهور بفرنسا، صاروا اعتبروا نحن قلنا هو ده فود ارتفيس أسهم نارية، هو ما كان أسهم نارية كان قواص، بس بعدين لما نعرفوا أنه قواص ما خافوا، يعني حادثة بتصير مثل ما بتصير بباريس اليوم مطرح مكان في مشاكل، بعتقد أنا في تكبير يعني لتشويه صورة لبنان، يعني وقت حدا بيقول لك إنه إذا فت على الضاحي بيقشطوك صليبك ومش لازم، مش مزبوط، ولا مرة بلبنان صار في محاسبة على الدين إلا خلال الحرب، بعد منا ما في مشاكل، طلعنا نحن على بعلبك عملنا حلقة كنت أنا وفيليب زميلنا، رجعنا ساعة 2 بالليل ما في مشكل أبدا، يعني عم نحكي 2:30 وبتعرف شو؟ على بعد نص ساعة كانت معركة جرود عرسال مطرح ما في داعش والنصرة ما حسينا فيها، حتى ما سمعنا قواص، يعني في تشويه لسمعة لبنان يمكن بعض الأحيان مقصود أو ببعض الأحيان عن عدم معرفة وما في معلومات. يعني تفضلوا. From Mexico. Yeah, from Mexico. Okay, well, firstly, I want to congrats Anthony C4 about the 961 page because it's very huge. He's C4 and how he works about to promote Lebanon, about to promote the country as well. But I would like to say you that in almost every part of Latin America, we had very good stories about successful of Lebanese people, and could be awesome then maybe in the future your page could be open to the other language, because also we have something to do to the world and show to the world how the Lebanese people work and effort every single day for make a better future of the world. Thank you. تفضل أنتوني. إيه. كمان أنتوني اسمك؟ اثنين. So it is within our plans to grow linguistically. So we want to have Arabic next, French, and we're going on Spanish, and then Portuguese, and we'll see from there. But we do want the content and the message to be expressed on different within different languages and within different communities. طيب أنا هون بدي أدعي ما بعرف إذا دور إذا ستيام أو ستروز. أنا بعتقد إنه المجموعات اللي عم بيتخرجوا من الأكاديمية عم بيرجعوا يعملوا في انا في ضيف شغله مع اقتراح، بعتذر ما بعرف اكيد انت مفكره فيه انت والست روز، انا بعتقد انه بركي بينعمل فورم اونلاين يعني نوع من تشاتينج روم فيليب بتصير يعني احكيها بالانجليزي تيقدروا، يعني انا ما بعتقد اذا 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 ويب سايت اذا من خلال ويب سايت المؤسسه المارونيه للانتشار او الاكاديميه بينعمل بيج
فورم بتنعمل فيها تصير يعني ينعمل شاتينج روم بين كل أعضاء اللي بيتخرجوا من الأكاديمية يعني اللي تخرجوا من 6 سنين يضلوا يعني يعني الانتر أكشن مع بعضهم كل سنة بينعمل هاد شاتينج روم على البيج تبع المؤسسة الماروني للانتشار دونك موجودة فينا يعني فينا نعملها فينا نطورها بشكل انه كل سنة يتسجل يفوتوا عليها يعني يصير ماست انه يتسجلوا عليها كل اللي بيشاركوا بالأكاديمية ويضلوا يتفاعلوا مع بعضهم مش بس مثل ما قالت لأنه فكرة انه يجتمعوا مع بعضهم أمريكا اللاتينية وأفريقيا كتير مهمة بس هي الفكرة انه نحنا يصير عنا مثل ألومناي للأكاديمية Do you agree, guys? شو؟ يعني تحطوا صوركم بروفايلاتكم على الويب على الأونلاين شو؟ ما بدك؟ Of course, بدك تحشر فيهم. Okay. بعد حدا عنده شيء يضيفه تفضلي. لا, it's okay. Bonjour. اسمي جيسيكا بوزايد من كندا. من شي شهرين ثلاثة كان عنا بروجي بكنيسة عنا بتورونتو وكنا عم نساعد العالم يتسجلوا كلبنانية إجا حدا وبلش يشارعني إنه شو عم تعملي وانت بتعتقدي عن جد عم تساعد لبنان ويعني he refused ما كان بده يسجل أولاده كيف تتصرف مع هول العالم يعني في حل ولا أول شيء بعتقد إنه يعني المسؤولين تبعنا بالمؤسسة الماروني للانتشار أنا بعتقد بيعرفوا يتصرفوا مع هيك الأمور بس يعني لازم تقولي لهم ليش لازم يتسجل يعني لازم تشرحي لهم شو أهمية إنه يتسجل إنه يكون عنده حقوقه كمواطن لبناني مثله مثل أي مواطن لبناني تحكي عن الأدفانتج ليش لازم يتسجل شو أهمية إنه ينتخب بمرحلة تانية اللي هي أمر طبيعي واحد يكون عنده جنسيته اللبنانية اللي بتعبر له عن جذوره يعني ليش بتعتقدي سلمى حايك لمن اجت على لبنان عملت معها أنا انترفيو وطلع علينا نحن باسبورة اللبناني سلمى حايك المكسيك وأخدي مسيو بينو اللي ملياردير بفرنسا ومع جنسيتها الفرنسوية ليش أخذت كمان جنسيتها اللبنانية اللي هي أخدتها لأنه بيا تسجل وهذا بفضل المؤسس الماروني للانتشار وأول ما إجا بيا أصر يطلع يشوف بيته بيتهم ببيت شباب ونحن صورنا له الزيارة وهي بعد منا زارت بشكل سري بيت بيا كمان بيت 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 جدة اللي بطل معهم يعني بس طلعت شفته وبكيت هو بكي يعني سامع بفيروز فيروز بتقول بمسرحية من مسرحياتها إذا فيك تكون بلا اسم فيك تكون بلا وطن يعني فيك تكوني بلا اسمك طيب ما فيك تكوني بلا وطن أنت وطنك لبنان بس إقامتك اليوم بكندا طبعا لازم يكون عندك الانتماءين انتماء لبلدك اللي عطاك اللي هو جذورك وانتماء للبلد اللي عايش فيه اللي كمان عم بيعطيك يعني انت عندك انتماءين اليوم انتماء لجذورك وانتماء للبلد اللي حضنك واهتم فيك وساعدك وعطيك جنسيته كمان عطيك وانت عم تعطي انت صحيح بقى انا بعتقد انه اهم شيء واحد يقول اذا فيك كون انت عندك ما يكون عندك اسم في ما يكون عندك وطن بكتفي بهالشيء ثانك يو